شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مساء أمس ختام بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس، وذلك بحضور سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب. بهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن الرياضة البحرينية حققت إنجازات متميزة واعتلت منصات التتويج في العديد من البطولات والمسابقات الدولية، انطلاقا مما تلقاه من دعم ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مشيدا معالي بالاهتمام والمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما كان له الأثر البالغ في توفير مقومات الإنجاز والنجاح للفرق الرياضية البحرينية وتحقيق مراكز متقدمة تسهم في تعزيز قيمة ومكانة مملكة البحرين على الساحات الدولية. لافتا معاليه لأن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومبادراته الإبداعية وطموحاته الرياضية التي لا تعرف حدودا في المجالين الشبابي والرياضي منح الرياضة البحرينية قيمة مضافة ونهجا مستداما على طريق العطاء والتقدم. وأشاد معالي الوزير بالتميز الذي اتسمت به البطولة في عامها الثالث من خلال لاعبين محترفين يحظون بترتيب متقدم في التصنيف العالمي وأداء رياضي تنافسي ملتزم بالروح الرياضية وفعاليات إبداعية على هامش البطولة بجانب الإعداد والتنظيم المتقن، معربا عن شكره وتقديره للمشرف العام على البطولة وأعضاء اللجنة التنظيمية والاتحاد البحريني للتنس على تعاونه الفعال والاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي الضباط على جهودهم التكاملية والتي ساهمت في إنجاح البطولة والتي تعد من أفضل 5 بطولات على مستوى العالم خلال عام 2023. وقد شهد معالي وزير الداخلية والحضور والجماهير المحبة لرياضة التنس المباراة النهائية في مسابقة الفردي ضمن بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس والتي حسمها لصالحه اللاعب الكازاخستاني ميخائيل كوكوشيكين ضد منافسه المصنف 5 في البطولة الفرنسي ريتشارد جاسكي بنتيجة 6-7 و4-6، فيما كان الثنائي الأسباني سيرجيو مارتوس واليوناني بيتروس تيت بياس قد فاز باللقب في فئة الزوجي بالمباراة النهائية بعد تفوقهما على الثنائي الأمريكي فاسيل كوروف والفنلندي باتريك نيكولاس بنتيجة 6-3 و3-6 و10-8. وقد تفضل معالي وزير الداخلية بتتويج الفائزين بالكؤوس والهدايا التذكارية.